طبعا احنا البرنامج المفترض نكمل بس الاستاذ ستار ماسك الموبايل مع مين عم يحكي؟ نعم عم يحط كانه قاعد تعرفون تبع المدرسه بيسلم عليك مين بيسلم عليه؟ منو؟ منو؟ سلم عليك فنان كان ضيفنا من كم يوم. تشبح ليوة حمودي؟ ها؟ محمد؟ لا طبعا هلا حتندب لك سلمت عليه بسام مهدي. بسام حبيبنا بسام اخويا هذا وصديقي هذا على الهوا طبعا تحت الهوا الغي لا يعرف ما يعرف ولا شيء ما حدا يعرف شيء لا عندنا تشكيلة ستار للنجوم خلينا نشوف تشكيلة ستار يلا مين حط بحراسة المرمى سعدون الجابر يا عيني فنان اسم كبير طبعا تشوف الدفاع ما انك انت قلت لي كنت لاعب كرة قدم الدفاع حاتم العراقي هيثم يوسف رضا العبد الله زمان والله زمان ما اسمع وين ورضا هيثم يوسف ورضا عبد الله والنعم والله حسين وحاتم طيب العراقي الوسط علي صابر وليد الشامي بسام مهدي هي حطك بالتشكيله بسام وسيمور جلال هاي ترى اني حاط علي صابر بالنص يعني هو المهندس هو يعني اللي يوزع والله الهجوم نجاحاته واخ كاظم الساهر وماجد المهندس يا سلام المدرب المدرب واسطه طبعا واسطه غسان شرطول لا واسطه واحد عم يحط الايجن تبعه صراحه والله يعني انا احكي بكل صراحه غسان شرطوني العقل المدبر لوصول الفنان للنجوم يعني تنصحه يروح على غسان شرطوني هسا مو موضوع دعاية بس الله شاهد يعني شلون مثلا شخص هيدي منيحة الإدارة لما تخلي لك خطة خلص وصلت حلو تمشي خطة نوزله تحية توصل لمطارح بعيدة نوزله تحية أكيد اليان عم بوجه له تحية لغسان شرطوني أكيد تحية بس أنا مبسوط مع شركة خير الله وقلت لك محسن فرحان حنشوف تشكيلة محمد مزوب الحارس صديقي العزيز بسام استاذ محسن فرحان ما لحقت خلاص الحارس بسام كوسا صديقي العزيز ونجمنا الكبير الرائع نعم حارس الكره حارس الدراما السوريه صحيح المدافعين صابر باعي كاظم الساهر نوال الكويتيه وائل كفوري يا سلام شايف على الدفاع القوي شايف الدفاع الوسط شرفك الوسط عابد فهد خصي خولي ملحم زين وادم يا سلام الله الله هلا كلهم بيلعبوا فوتبول مزبوط كلهم لعيبه صح كلهم عابد العبون والوسط بتعرف اللعبة اللي يمسك لعبة الوسط يعني مزبوط الهجوم أحلام وإليسا شفت المدرب جورج وسوف برافو عليك والحكم حسين الجسمي يعني ما حط الإيجن تبعه شفت أنت طيب هلأ يا أساتذة عنا الأسئلة السريعة شو الأسئلة السريعة هي 12 سؤال كل سؤال إجابته بثلاث إجابات بسبع ثواني